بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم نور الحق من أرض الممنوعات، معرض غصن الزيتون بمحافظة الجيزة. لكل عشاق الشيفوليه يركزوا معانا، ولكل هواة كسر الزيرو يحضروا ويانا. النهاردة هنقدم لكم الممنوعات بعينها، النهاردة هتشوفوا العربيات بروقانها، النهاردة هتودعوا أيام الفقر وسنينها، النهاردة هتشوفوا حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. هتشوفوا النهاردة عربية كسر زيرو موديل 2023 شيفولي فان ان 300 كاملة موديل 2023، عربية فابريكا برة وجوة، بمعنى كلمة فابريكا برة وجوة. وحتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات، عربية موديل 2023 ماشية في العداد بتاعها 6000 كيلومتر، 6000 كيلومتر موديل 2023، مرور العجوزة بمحافظة الجيزة وفيها رخصة سنة، ومن الزيرو وهي مع شخص واحد بس وكاملة كل حاجة، ومفيش خدش واحد على جسمها. أربع فرد كاوتش زيرو، طقم جنوط سبور، فوانيس شبورة، باور وسنتر، وذواب كهرباء، وذواب فاميه، وتكييف ثلاجة. موديل 2023 مكنة وعفشة ولا تجرب، حالة ممتازة جدا، المكنة ما تحلش منها مسمار واحد، ما فيش صامولة تهوت من مكانها. عربية موديل 2023 آخر روقان، فيها صالون كامل في العربية، دواسة جلد في الأرضية، كسوة جلد للكراسي عمولة، فرش في السقف والجناب عمولة العمولة. عربية موديل 2023 ماشية في العداد بتاعها 6000 كيلومتر، 6000 كيلومتر كاملة كل حاجة، موديل 2023، مرور العجوزة، رخصة سنة، كسر زيرو، ومن الزيرو وهي مع شخص واحد بس مش هتصرف عليها جنيه واحد. عربية ممنوعات، فعلا ممنوعات، موديل 2023 شيفولي فان ان 300 كاملة، واللون الفضي لون جميل ومميز، موديل 2023. ادي الصالون بتاع العربية من الداخل، حكاية عربية، حكاية اخر روقان، موديل 2023 كاملة كل حاجة، مفيش خدش واحد على جسمها، مفيش خربوش، تكييف باور وسنتر وذباب كهرباء وذباب فامي وفوانيس شبورة، موديل 2023 وجنوط سبور، موديل 2023 كسر زيرو، عربية فعلا كسر زيرو، موديل 2023. والبيع نقدا او بالتقسيط المريح، والتقسيط بصورة البطاقة الشخصية انت واي ضامن معاك، تدفع وتمضي وتستلم وانت واقف على طول من ارض المعرض، تدفع وتمضي وتستلم وانت واقف على طول من ارض المعرض. كان معكم اخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في حلقات قادمة ان شاء الله.